السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم صحة عيدكم والعقوبة، كل عام إن شاء الله بربي. وين حنايا شلنا كيفاش سمحونا، وين شلنا حنايا كيفاش لاعبين قدماء دي زونسيا جوار تاع 2010 وكلش، لاعبين محترفين، لاعبين اللي ما عندهمش المرض في قلوبهم، ما عندهمش عظمة حب العظمة، مرض العظمة ما عندهمش. شنا كيفاش حسين يبدا، حسن يبدا، وين تمنى المنتخب الجزائري وين قال لهم قادر على صنع المفاجأة في مصر والتتويج بكأس إفريقيا للمرة الثانية في الجزائر، للجزائر. شوف كيفاش حنايا لهنا لاعبين ديزونس يعني يقصفوا قصف عشوائي على الله، يموت فيها الطفل، يموت فيها المرأة، تفوت فيها، والصح كاع ما يموتوش، أهداف تاوعهم ما يموتوش، يموتوا فيها غير الأبرياء. هاد القنوات تاوعنا عندهم قصف عشوائي، يموت فيها غير البريء، الصح كاع ما يموتش، الأهداف تاوعهم ما تموتش. باش نقولها لكم مليح، باش نوضحوها لكم، حتى علاه تقسيهم في قلوبهم هادو لم يهضروا على الفوتبال في الجزائر. والله العظيم تقسي في قلبه، والله العظيم باغي الجزائر كاع ما توصلش لتونس كاع، هاكا تونس ما هادو لم يهضروا، القنوات هادو كاع القنوات لم يهضروا. خشناهم بن عطيه قال لهم نرشح الجزائر، لا لا تقول عايره هي نورمال، العكس كي يقولوا ما رشحش الجزائر نوض يقولوا كيف ما ترشح الجزائر، الجزائر حنا ايكيب كبيره وحنا من لا. هو بي قال مرشح الجزائر، لا قال لهم ما يقولش كيما هاك، عيب فضيحه هذه، كلي شغل راهم يعايروا فينا. بصح مين مصاروا ولا يقولوا لنا لقطاء ويعايروا فينا، قناه الهداف فرحت وراحت جابت كيسموه جابت شحاته ولبسوه البرنوص، لبسوا البرنوس وكلوا غير الملفوف، وانت تشوف يا المكشوف، وكلوه الملفوف وانت تشوف يا المكشوف، باش تكون على بالكم معنى تاعي تعبوا راهي ضربه ولا الناس تاكل في الملفوف وانت تشوف يا المكشوف. هذو ما راهمش رجال، هذو باش نعطوهم كلام حلو، هذو لازم تضربهم. خاطش علاش نهار اللي محرز دامير جوار يا ودي دا الشامبيون بين الخطره، الماتش التالي تاع ميدا الشامبيون، كلي شغل فضيحه. واحد يقولوا له يا دي باراتشو شكون كان احسن، لا قال له ماشي حشم ما بغاش يجبد محرز، تحسب فضيحه، تحسب فضيحه. هذه قناه الهداف باغيه ديرنا باللي رانا سي بورتو كاع صلاح وحنا كاع كونتر محرز، باغي ديرنا كيما هكا. خاطش علاش؟ خاطش محرز خبطهم بكف، عاير طيح لهم كيما سيدنا ابراهيم مع النمرود، طيح لهم الصنم تاعهم، قال لهم انا هذا الصنم ما نستعرفش به، كيما سيدنا ابراهيم من طيح الصنم تاع النمرود. اما الذي قناه الهداف يكره محرز، لازم يشكروا صلاح، انتم راكم تشكروا فيه، حنا وليت تحسبونا بلي انا نتبعوا في صلاح، والله لاكم غالطين، راكم غالطين. الساعه والله العظيم سلوها لي تيت، قالوا لي هذيك شنو دايرين، الفرعون الصغير لم يصلي صلاة العيد، بغبغاء، نتوما بغبغاء تعاودوا الهضرة، كيما شبهوكم ناس بانك وخداكم يعاودوا الهضرة تاعكم. حنايا نولوا الموضوع تاعنا، وين حسن يبدا، تكلم متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري السابق حسن يبدا على حظوظ الخوض في كان كأس إفريقيا التي ستقام في مصر بعد أسبوعين. وقال يبدأ المنتخب الجزائري يمتلك كل إمكانيات للذهاب بعيد في كأس إفريقيا، وأضاف يبدأ كرة القدم في إفريقيا لا تعرف الفريق القوي والفريق الضعيف، والكل سيلعب على التتويج بكأس إفريقيا. كما تبع اللعاب بوروسيا بورتموند وبلفيكا ونابولي لعب سابقا، وين هذا ما لعبش ما كاش عنده انتقالات من الباب الواد للشراقه،
ما كانش عنده انتقال من باب الواد شلاقة، ما كانش عنده. هذا لعب مع فرق كبيره، لعب مع بنفيكا، لعب مع بورسموث، لعب مع 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 نابولي فانيك، باش يكون على بالكم كلمه خاتشالات. هذو ما يبغوش يجيبوا التاريخ، جبت لك التاريخ تاع تاع شي جيفارا كوموندو شي جيفارا كيما هكا يجيبوا هذا. هذا ما جاب بالكذب، بصح ما ينجموش يقول لك باللي في على بالكم حاجه اللي بقيت مخلوع فيها. على بالكم باللي في غولي دا احسن لعاب الترك لا حدث، ابراهيم يدا 100 جوار مالك المراوغات لا حدث، محرز دا الشامبيون وكوب لا حدث. ما حشمو حشمو، جابوا لهم فضائح الجزائر، جابوا فضائح الجزائر. نهار اللي ربح محرز لهنا كوب دا 100 جوار دافريك، ساعه هما يهضروا ينتقدوا في الناس اللي انتخبوا على محرز، ينتقدوا في الناس اللي انتخبوا على محرز. ما عاد قال لهم نورمالمون ما كاش هذه، نورمالمون اللي يلعب هنا في لافريك يدي كوب دافريك، ماشي من اوروبا يجي يدي لهنا. هو نسى روحه، هو كو قاعد هنا مع النهدة ناودي مسمار تاع تاع اللي صمروا به الصباط وما تجيبوش انت لنا. انت لحد الان ما جبتش تقاشي النهد صنعاتك وعمرك لا هدرت عليها، تهدر على بورتو كل شغل تاع متزاير واحد بورتو الاخرى هذيك تاع باري دوزيام ايكيب تاع باري ما تهدرش عليها. تور مير واحد فماك وقاسوك واللي تخدم واللي تخدم حمال عندهم فماك قاسوك مزيه. ارتير جورج داك داك معاه كاتريام شوا، داك معاه كاتريام شوا. ايوا جاي اليوم جايين تعرضوا علينا ودي غادي يكشفنا ذاك ذاك ماجر في تاع غادي يدير في البي بي سي، ماشي في البي بي سي ام بي سي الماكسيمو هذيك تاع مصر هذيك جابوه باش يدير تحاليل. غادي يكشف كاع الخطط تاع الجزائريين كما كانوا يديروا هنايا قناه الهدف تاعنا، قناه الهدف كي كانت تدير كانوا يهضروا على نقاط القوة ونقاط الضعف تاع الفريق الوطني الجزائري. غادي تشوفوهم غادي يديروها، غادي يولوا يهضروا عليها نقاط القوة ونقاط الضعف. لكن الزت يهدر مع سيادو ويعيطوا يعيطوا الفانيك الخدام تاعهم في قناة الهدام ما يديروهاش. وما بكري كانوا يديروها ودي. ها راه لونترينير تاع نيجيريا قال لهم نشكر الصحافة الجزائرية اللي عطاتنا نقطة القوة ونقطة القوة الضعف تاع الفريق الوطني الجزائري. كانوا لهنا كانوا يخدموا مع المسار مع التوانسه، كانوا يخدموا مع التوانسه في الخفاء يعايلوا يعايلوا يعايلوا. هذاك الشماوي نعش هذاك تاع الشم جده ما عرفت كيف يسموه يربد فلاش ديس ويهودوا لعيسى حياته، يرده ويعطيه قسمه هما بالعاني يعايلوا في عيسى حياته طايحين على عيسى حياته بالعاني تاع الجزيمه تدي والو مع الحاج. هذيك سيستم كانوا يديروا فيه هذو شواده هذو لي اليوم الناس راهم يدافعوا عليهم. اسكت يقول لي لا ما تهدرش عليهم في طولي كيم ناسيونال. ياودي ياودي هادو دق تقول لي كيم ناسيونال باش وصلوا باش يخونوا الشكاره. انا نبقى حاير يقول لك اسكت اسكت ما تبقاش يقول لك ما تبقاش تعاير ما تبقاش تجبد هادو الصوالح في طولي كيم ناسيونال. هادو دق تقول لي كيم ناسيونال في طولي يجوا يربدوا الشكاره تاع الدراهم برك. هذا مكان ما بيش لي كيم ناسيونال، هذا لازم يروح قوسي به نهار قبل لا تلعب الجزائر زاتشي يروح مكاش زاتشي يلعبوا وحدهم يجيبوها. خاص زاتشي ماشي غادي يلعب لاريا سونترا، راني خايف على زاتشي انايا ما يطردوه يروح زبل غادي ما كان والو كاع. هذا هو هنايا بالاخر اش نقول لكم، حنا نعاودوا نولوا وين تبع اللعاب تاع بنفيكا اللعاب تاع بورسموث ونابولي سابقا. ارى ان المنتخب الجزائري قادر على صنع المفاجاه والتتويج بكاس افريقيا في مصر رغم أن الأمور لن تكون سهلة وستكون صعبة للغاية، ولكن المنتخب الجزائري قادر على الفوز بأي مباراة لأنه يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين ذوي المستوى الكبير. مشي عطالة، قلت لك عطالة ماشي نعايجي ولا بيهضر لك على نعايجي ولا بروسي ولا بيهضر لك على اللاعبين. مي قال مستوى كبير على اللاعبين اللي راه يتفرج فيهم في انجليز في الترك في البرتغال في اسبانيا في طليان اللي راه يتفرج فيهم هضر عليهم قال مستوى كبير باش تكونوا على علم. حتى لا هذو الناس هذو الناس ما همش محسدين. قال لك الله يجعل يربحوا وين تيبو يناصر وهذو اللي هنا تيبو يناصروا في لادفيرسير بيطول الجزائر تخسر. كيما نهار ذاك ديدي باراتشو قال للتوانسه قال لهم قلبوا لنا ابراهيمي ومحرز تاع
تربحونا والله العظيم لا تبقوا الخطاوتي. انا نقول لكم عطاو كاع نقطه الضعف، قالوا لي واش قالوا ما ينعقل لك مضروك هذاك دي باراتشو هذاك تاع قناه الهدب تاع قهوه الكوستو، واش قال لهم؟ قال لهم لو كان يلعبوا لنا على 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 غلام وغلام راه مبليسي غادي تكون الخطوره من فمك، وكما صاوا على غلام طايحين على غلام هادو ويقول لك اسكت هادو جاو هادو دق تقول الجزائر باش يدوا الاراضي ويبيعوا بايعين الاراضي وبداي تاشم دايرين شات تسكت عليهم هادو. تحيه الجزائر دوا خونا كما العديده فانيك ما نساوش ناس واد تشوف تحياتنا كما قال لي قلنا تحيه ناس تشوف تحيه الناس واد تشوف وكاع ولاد الجزائر مكانو خاصه راشد عبد الشار صحيتو.